يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال والطمأنينة. يا رب تبقى ترسى بيتكم وحياتكم. يا رب ارحم أمي، يا رب يا رب يا رب اغفر لها هي وأبويا وكل الأموات يا رب، ويصبر قلب كل بنت أو كل ابن فقد أمه، لأن فقدان الأم ده شيء غالي جدا. بصوا بقى، النهاردة بقى عندنا كده إيه، رايحة مطعم زفيرو. الله يسلمك. اخترنا محار، انت اختار بقى، شوف انت شنو تبي بقى. خذينا المحار واحده عبود، نكتبي شوربه اي صح؟ اي شوربه سي فودي. ان شاء الله الربيان يهبل. شنو عندك سنه؟ سبيتي نويبي هارون سبيتي. ان شاء الله الربيان يجنن. الربيان هذه الكابوريا، هذا الصبيت، أصغر شيء في الطاولة. ليش؟ لأن هناك كده عرفتوا، فتكون ملاك على المكان، فبنقعد هنا. أحلى حاجة الواحد تجيب العافية. عبودي، شربة عبودي الحلو. شو تفضل حارة قدامك، خليها أحسن. هي بقى الكريمة، ممكن مو مغسولين عدل الكريمة. ان شاء الله اشوفه. يا سلام، واو ما شاء الله. المحار الرهيب، جيب العافية. مش هجيبك، جيبولي بس الشوربة. محار حاضر، انا اطلع لك. حط ليمون ابوي، ليمون في الكراسول. انت محار يا ماما تسمع، بس ما انا اطلع لك انا ولا انت تطلع؟ الحب عبود بس كده يا بنات. زي ما انتوا بقى كده شايفين الروبيال بيحمروا برضو بطريقه حلوه قوي، وكنا جايبين برضو سمك جميل جدا برضو محمرينه زي ما انتوا شايفين في الطبق كده نويبي، تحفه تحفه تحفه، كانت اكله جميله. وعموما زفيرو بالنسبه لي من ضمن الاكلات اللي انا او المطاعم البحريه اللي انا بحبها. في مطاعم كتير جدا بشاركها معاكم، ولكن هو يعتبر من ضمن المطاعم اللي انا بحبها. لو حابه اكل اكله سمك على المزاج، هو بصراحه زفيرو يعتبر من ضمن المطاعم الحلوه. طبعا هو فيش ماركت وكذا مكان. ماشي، يلا حبايبي، اللهم ارحم امي وابويا واغفر لهم واجعل قبرهم روضه من رياض الجنه يا رب، اللهم امين. باي باي، نتقابل فيديو جديد.